ra-iisul wasaareha xukuumada soomaaliya xamse cabdibarre ayaa buuxiyey xubnaha ka bannaanaa golihiisa wasiirada iyadoo docda kale xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey xubne horay uga tirsanaa golaha wasiirada xukuumadda raiisul wasaare xamso cabdibarre ayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah u magacaabay axmed macli fiqi oo horay u ahaa wasiirka arrimaha gudaha hayeeshee wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dubuheshiisiinta ayuu sidoo kale rayisul wasaaraha u magacaabay xildhibaan علي يوسف علي حوش او كتر سنة غلاها الشعب كبار جنرال عبد الله اسماعيل فرتاج ايا سنة الله غا عبي و سيرك ابنكا هل كعبد عبد الله هبي دان و سامي سنة و نقونا يو و يا حكومة دا صوماليا و قادا كاسو حفيز كريس و سارها و لو دا جا جا سيمكو حكومة دا نصر بشير بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مداني حمسة عبد برة أيام مجعابي حبنا كتر سنقولها ونسير هذا رئيس الوزراء حمسة عبد برة مركو أركي قضب فرقدي السدح كوميل آه مركو أركي قضب فرقدي سلباد. حرفها آه كوميل آه ماركو أركي قضب حرفها آه مركو أركي هولها بحد اللي لا حكومة الجمهورية الفدرالية القصة ماليا مركو تحقل يي تلاذا مدحونها الجمهورية الفدرالية القصة ماليا مركو جرو صدي باهيدا لقبو حبنها قلها وسير ردا حكومة الجمهورية الفدرالية القصة ماليا رجل الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية القصة ماليا وحى ومجعابي حبناها وصو حسن مضاني أحمد مع الفقي وزيرك الرماه دي بدي إسكاشي على مجا مدانى علي يوسف علي حوش وزير كهرمه بوده فدرالكي دبوشي سينتا جنال عبد الله الشيخ اسماعيل فرتاق وزير املك بوده عبد الله بدان ورسمي وزير كوزارد تمرتي يبيها مدانى محمد ادم معلن وزير كوزارد بوسط يسكارسينتي دا, دا مدانى احمد عمر محمد وسير الدولة وسارد بي أذي يسبد لك ما جابست أنا وحيد دقن جل مرك أو رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية القصوى مالية مدنى حمسة عبد بره وحنا لقصة فافنت الرسمي جاي الجمهورية الفدرالية صوماليه مالية وبالله توفيق <applause> عبد القادر محمد CBA مقدشو كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديق ملكسته كبيح بيلشام